رمضان. بص يا كابتن، القصه بتاعت خط الوسط دي الاهلي طول الوقت شايف ان هو لازم يدعمها بافضل شكل. الاكيد ان خريطه الاجانب السنه الجايه، لو كلام انا اللي مشي ومودست مشي، يعني خريطه الاجانب بشكل كبير جدا هتتغير. يعني حضرتك بنتكلم ان مودست يرحل، بنتكلم ان ممكن احتمال علي معلول ما يكملش، بسبب طبعا مش فنيا طبعا القصه، بسبب الراتب بتاعه المرتفع. بنتكلم كمان ان ممكن واحد مثلا زي بيرسي تاو لو الاهلي ما قدرش يجدد له فممكن يفكر يبيعه، عشان خلاص فاضله سنه وهيمشي ببلاش. اليو ديانج مصر جدا على الرحيل، فبالتالي احنا بنتكلم هنقول مينيمم 3 لعيبه ممكن يمشوا من النادي الاهلي. الاهلي اللعيبه اللي مدرجتها زي ما كولر والسيستم بتاعه اللي احنا محددينه من الاول وقايلينه من الاول، لو مش هيجي لعيب زي اللي عندي او افضل ما يجيش. الفتره الاخيره كان في 2 لعيبه الاهلي مدرجتهم بقاله فتره كبيره، بس كان الموضوع صعب. لما نيجي نتكلم عن محمد علي بن رمضان وهو موجود في الترجي التونسي، كل الناس تقول لك مستحيل الترجي التونسي مش هيدي محمد علي بن رمضان للاهلي. نفس الكلام مكوينا، مكوينا واحد من اهم عناصر صن داونز، صن داونز بيعتبر النادي الاهلي المنافس المباشر ليه في افريقيا، فبالتالي مستحيل ان هو يدي الاهلي. ولكن الاثنين لعيبه الموقف بتاعهم اتغير. ايه اللي حصل؟ خلينا نبتدي بمكوينا. مكوينا الاهلي اللي اتفاجئ ان وكيله اسمه جايمن ابتدى يتواصل معاهم وبيقول لهم ان مكوينا ممكن يكون متاح السنه الجايه. ازاي يا عم جايلن؟ ده راجل مرتبط بعقد مع صن داونز. هو مرتبط بعقد، ولكن عقده مع صن داونز ينتهي بنهايه الموسم الموجي، فبالتالي صن داونز اصبح مجبر ان هو يبيعه في الصيف، والا هيرحل على النادي مجانا. طب هل مكوينا اساسا مفتح على انتقال النادي الاهلي؟ بشكل كبير جدا جدا مكوينا كولر متمسك بيه وشايف ان هو من افضل اللعيبه داخل القاره بشكل عام. محمد علي بن رمضان نفس الكلام، ولكن موقفه مختلف شويه. محمد علي بن رمضان ابعد، هو دلوقتي كان في الترجي التونسي وانتقل للدوري المجري. بيعمل ايه في الدوري المجري؟ مش ماشي كويس خالص، لعيب بديل ما بيشاركش، مش مبسوط تماما، عايز يمشي عايز يمشي. ولكن لا زالت رغبه محمد علي بن رمضان هي الانتقال لاحد الفرق الاوروبيه. يعني الراجل هيمشي من الدوري المجري، ولكن هو حابب ينتقل لاحد الانديه الاوروبيه. دي النقطه الاخيره سريعا. سريعا، فهو دلوقتي الاهلي بيعمل ايه بقى؟ يعني وكيله بيعمل ايه؟ النهارده هو ما بيلعبش، ممكن ما يبقاش عنده فرصه ان هو ينتقل لنادي اوروبي، فبيأمنه في افريقيا. ابتدى برضه هو كمان وليد وكيل محمد علي بن رمضان يعرضه على النادي الاهلي والوداد المغربي، والاهلي طبعا اكيد مهتم بيه بشكل كبير. امام عاشور، امام عاشور عنده خلع ما بين الترقوه وعظمه لوح وعظمه لوح الكتف، والعمليه تقول لك هيغيب شهر، هيغيب اتنين، هيغيب تلاتة، هم من شهرين لثلاث شهور. امام عاشور طبعا يعني خبر احزن كل الناس كتير، واول ما وقع قام وقال للناس في مشكله في خلع. هات اللقطه تاني، هات اللقطه تاني عشان تعرف ازاي اللعيب هو طبيب نفسه. وهو واقف عادي، وهو واقف على طول. بص اللقطه. طبعا امام كان عامل الحقيقه امبارح مباراه كبيره جدا جدا جدا، ولكن بص اللقطه دي. بص في خلع، قال له في مشكله، في مشكله على طول في ثانيه. وبعد ما قام الحقيقه وقع وابتدى يبكي، لان عارف ان هي اصابه يعني هتاخد وقت طويل، واصعب اصابه تحصل لاي لعيب اللي هي في عز فورمتك تبعدك شهرين او حاجه. الف سلامه لامام عاشور، يرجع بالسلامه ويكسر الدنيا. انا عايز اقول لامام عاشور نصيحه، دايما بص النص كوبايه المليان. امام عاشور النهارده كاتب تويته يعني بيكلم فيها الحاقدين والشماتين والمش عارف ايه وبتاع. في ناس اكيد على السوشيال ميديا كتبت، وفي ناس اتضايقت، بس دي كلها. احنا شعب رائع، احنا شعب عظيم، احنا في الاوقات الحزينه مفيش اهلاوي وزملكاوي، وده هنا وده هنا. هو كاتب، انا نظري بقى مش جايب حد يعني يقول لي ايه اللي مكتوب او يكبروها شويه. فانا الحقيقه يعني مستغرب طبعا من الناس اللي كتبت، بس مش عارف عندهم كتير، عشان انا الناس دي ما بديش اهتمام قوي، يعني ما بديش اهتمام قوي باللقطات دي واقف وعلى. انا ببص دايما يعني بفتح الفيجن، يعني ببص دايما للقصه بشكل اوسع. واعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، من شر الحاسدين، ومن شر الخائنين، ومن شر الناظرين. حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء، شكرا لكل حد سال عليا وما عرفتش ارد، شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر. الحمد لله. طبعا يعني ادي ظهرك، واي واحد ممكن يكتب اي حاجه في لحظه زي كده او في وقت زي كده لاي لاعب، انسى بقى اهلي زمالك بتاع، اكيد يبقى عنده مشكله، اكيد يبقى يعني في مشكله. مش هنقف عند دي. ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه، ان
شاء الله بإذن الله يرجع يكسر الدنيا. في ناس كتير على السوشيال ميديا النهارده تتساءل، الشناوي، خالد عبد الفتاح، رضا سليم، امام عاشور، الاربعه اصابه في الكتف بنفس القصه. في بعض وجهات النظر بتقول ان هذه المساله محتاجه ان اللاعب المصري يبقى عنده تقويه في الجزء الامامي، ولاعيبه كتيره جدا بتاثر في الحته دي. الشحات بنسبه 99% خلاص موجود مع النادي الاهلي في المباراه القادمه، هيلحق بالمباراه القادمه، والاجهاد خلاص راح في جلسه مع لجنه التخطيط مع كولر. في بعض الناس كانت كاتبه على السوشيال ميديا ان هناك خلاف ما بين كولر وخالد بيبو. انا باكد لحضراتكم ان خالد بيبو ده ما بيختلفش مع اي حد، خالد بيبو جاي بيعمل شغله، وخالد بيبو جاي بيعمل شغله من جانب اداره الاهلي وبينفذ، لا عنده اطماع ولا عنده طموح ولا راجل عايز مدير فني ولا خالص، عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. خالد بيبو هو الاختيار الاول للكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. خالد بيبو موجود في المكان ده بسياسة معانا من إدارة الأهلي بينفذها. كل الكلام اللي بيتقال ده ليس له أي موضوع في أي حاجة في أي حتة، ولا يوجد أي خلاف، ولا يوجد أي أزمة، ولا يوجد أي حاجة. واللي بأكده لحضراتكم إن خالد بينفذ تعليمات أو بينفذ المهام. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والخواجة معجون كورة. والنهاردة كنا عايزين نقول لجماهير قهوة الخواجة ان مش كل اللي بيصنع الميديا حقيقي، ومش كل اللي انت بتسمعه ليه اساس من الحقيقة، او تقدر تقول ان خلاف الكابتن خالد بيبو مع مارسيل كولر مثلا ملوش اساس من الصحة. بص على شخصية كابتن خالد بيبو، كابتن خالد بيبو راجل مسالم جدا، راجل عارف كويس قوي هو عايز ايه، راجل مش طمعان في منصب ان هو يعمل خلاف مع مارسيل كولر. اللي بيعمل خلاف مع مارسيل كولر ده طمعان في منصب، ايه هو المنصب اللي هو عايز يمسك الفرقة، عايز يعمل حاجة زي كده. عجبتني التويتة اللي كتبها امام عاشور، هو قال يعني هو بص على يعني حصل السبورت عليه شويه وقال لك الحاقدين والحاسدين ويحصل يلا ونعمل وكيل، برضو زي ما قال الكابتن سيف زاهر، بص نص الكوبايه المليان يا امام يا عاشور، الحظ ما خدمكش ان انت اصبت في عز تالقك، قدر الله وما شاء فعل، ودايما تبص نص الكوبايه المليان. ده مش كلام الكابتن سيف زاهر، ده كلام اي حد عايز يفكر لمصلحته او مصلحه اللي في حاجه اسمها المصالح العليا. الطبيعي الحياه مش هتقف، الحياه مش هتقف، لكن انت ما تقفش عند اللي حصل مع امام عاشور. ونقدر نقول ان اللي حصل مع امام عاشور قدر الله وما شاء فعل، والتوفيق لمنتخب مصر. واسمع رايك في كومنتات، تحياتي احمد الخواجه.